أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين